مباشرة من مدينة البيضاء ينضم إلي من هناك مراسل قناة ليبيا الحدث في مدينة البيضاء أحمد زيدان. أحمد في البداية أهلا بك، ضعني في الوضع الصحي في مدينة البيضاء وكذلك عن وضع الحالة التي وضعت في الحجر الصحي من بعد إثبات إيجابية التحاليل. نعم زميلي حمزة، تحية طيبة لك ولكافة الزملاء. طبعا وصلت يوم أمس إلى مطار الأبرق رحلة قادمة من مطار برج العرب بدولة مصر. عدد الموجودين على هذه المتن هذه الرحلة هم 77 مواطن ليبي. تم إجراء لهم كافة التحاليل الطبية ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي. عند وصولهم من الفنادق بالمدينة البيضاء مكان وجود الحجر الصحي تم عرض النتائج. اتضح أن من ضمن 77 المواطن العائد هناك حالة واحدة فقط اتضحت أن هي حالة إيجابية، وهي لمواطنة تبلغ من عمر 60 عاما. طبعا عندما تأكد من الحالة أن هي موجبة للتحليل الأول تم نقلها إلى مكان العزل الصحي وهي مستشفى المنصورة بمدينة شحاب. طبعا يوجد مع الحالة مرافقين تم نقلهم أيضا إلى مركز العزل، واليوم سوف يتم التحليل الثاني بعد مرور 24 ساعة. طبعا الشيء الآخر، المديرية الأمن بمدينة البيضاء أكدت على أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي وأن كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الصحية مستخلصة في مدينة البيضاء، وأن مدير الأمن العميد خالد بوسطى أكد على كافة الأجهزة الأمنية التشديد في 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 الأمن وتأكيد على المواطنين أن الوضع تحت السيطرة. الشيء الآخر، هنا في مستشفى البيضاء مقر اللجنة الاستشارية الطبية يعقد الآن اجتماع طاري للجنة. سوف ينتج عن هذا الاجتماع بيان سوف نوفيكم به. من الواضح أن في البيان أو من خلال الاجتماع أن هناك تدابير أخرى سوف تتخذ وإجراءات أكثر، ولكن أكد الدكتور عبد الرحيم مازك أن الوضع تحت السيطرة ويطمن جميع المواطنين وعليهم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والاطمئنان. هذا كل ما لدينا زميلي حمزة، لو هناك سؤال آخر. نعم، طيب من خلال الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة البيضاء، ماذا عن الحجر الصحي وتطبيق الحظر داخل المدينة؟ هل تم زيادة حالات أو ساعات الحظر داخل المدينة أم وتطبيقها بشكل فعلي، أم أنها لا تزال كما كانت في الأيام الماضية من بعد اكتشاف هذه الحالة الموجبة؟ طبعا أغلب مدن وبلديات الجبل الأخضر هي أسوة ببقية المدن، أخذت كافة التعليمات والقرارات في الحجر والعزل الصحي والتباعد الاجتماعي، ولكن كان هناك طبعا هناك بعض التهاون، ولكن بعد هذه الحالة أكد الجميع أن الآن يجب أن تؤخذ الأمور بكافة جدية وأن يجب تطبيق الحظر بكافة حذافيره، طبعا باستثناءات باستثناء المستشفيات والصيدليات والجهات الأمنية. هذا كل ما أكدوه في اجتماع اليوم. طبعا طيب، الحالة المصابة والتي تم اكتشاف بأنها موجبة أين موجودة هي الآن؟ هل هي في مركز العزل الصحي؟ الحالة تم نقلها عند خروج النتائج، تم نقلها من مكان الحجر الصحي هو أحد فنادق مدينة البيضاء، تم نقلها إلى مكان العزل الصحي في مستشفى المنصورة بمدينة شحات، وكافة الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية متخذة في مكان العزل الصحي، ونسأل الله السلامة لكافة العائدين ولكافة المواطنين الموجودين في مدينة البيضاء. نعم، إذا أحمد أشكرك جزيل الشكر، كنت معي مباشرة من مدينة البيضاء، شكرا جزيلا لك.